أخرى أحلامي الطفولة عطشيت بابا أقوله موتي شفوفك تعوضي تراجي آخر أحلامي الطفولة آخر أحلامي الطفولة عطشيت بابا أقوله الله موتي أحلى بالبواجي شفوفك تعوضي تراجي آخر أحلامي الطفولة آخر أحلامي الطفولة مو رقي الطيف لبويا لتكلمك بويا مين قدي البكي ظنوني أمك شنو يضرهم بويا لو بنتك تشمك أرد فيك عينك يبس فوقها دمك أرد فيك عينك يبس فوقها دمك حجر عطش حبيل كلهين علي كل ما رديت أبكي ضربوا إيدي أنا ودمعتي عطشت طحنا سوية أنا ودمعتي عطشت طحنا سوية الرميح أذى رقوبتك والقصور أذاها بنتك ذبحوي وياكي المحاكي شفوفك تعوضي تراكي آخر أحلامي الطفولة بارك الله فيك أحسنت أحسنت وليد نعم موفق يوسف حبيب السلام عليكم رجل الكريمة عليكم السلام ورحمة الله أفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجه يا مرسال ينقل لك معاناتي مولاتي يا سيدة زينب تخاطب أخيها بالفضل العباس يا مرسال ينقل لك معاناتي يا مرسال يبلغك تحياتي يا عباس والله واي يا ردن حيل نار وماي يا مرشال يا مرشال الله الله وينك عباسي وسبيع في دوات لسمايك أخي برايك أخي برايك بعدك كاتني العطش والماء يمايك أني طريك أني طريك
مو سهمي المنية راح سهمك يا دخاني خنقني من شيمك مو سهمي المنية راح سهمك يا دخاني خنقني من شيمك مو من ناظرنا نراي فيمك أفيمك وين ألقاك يا أبو سوالف الغيرة وين ألقاك أتيه بكربلة كبيرة جاني الليل آخ الليل جاني الليل ظلمة سماي يردن حيل نار وماي يا مرسال يا مرسال. شكرا ليوسف وحسين من الديوانية ولمحمد الشمري من بغداد، مشاركة طيبة بين الإحساس وبين الأداء. وخلونا نروح للأساتذة الكرام. أستاذ مالك الأسدي كلمتكم. عزيزي عزيزي أنت، أتمنى إن شاء الله كل التوفيق للبراعم، وحقيقة أدوا اللي عليهم وجزاهم الله ألف خير، وهنيئا لهم أيضا سعدوا هاي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المواجهة. وهذا يعني إحنا عدنا نقاط لكن ما نحب نثيرها بالجو، لكن يبقى الخيار الأول والأخير للأخ محمد الحلفي، لكن هو كأداء وكركوز واضح خوب عندنا كلجنة يعني. جزيت خيرا أستاذ محمد الحلفي حبيب. كان الله في عونك. نعم سماحة الشيخ حياكم الله حبيبي كلمتكم حبيبي إلى حبيبي. البراعم الكرام، يعني من بداية البرنامج إلى الآن كم حلقة وكم متسابق في التدريبات في البث في الكواليس، نقول لهم رفعوا صوتكم رفعوا صوتكم اختاروا الدرجة الصحيحة. ما أدري من المركز براسهم أنه الإحساس معناه أن تقرأ بصوت منخفض، مو شرط والله مساء قلت لهم قسما بالله مو والله ما قلت شرط يا أخي. صح صح اليوم على المنبر الحسين عموما من الرواديد نعاني أحيانا والمتذوق يعاني أحيانا من الصراخ، يعاني من الأصوات العالية لا مبرر لها، ما لها مبرر يعني أبدا، كله بس صياح وصوت عالي مد بالصوت مثلا طويل ما إلى مبرر. نعم ممكن، بس مو معناه نخفض نجي بالعكس نريد نصحح لا. عندنا أحد المتسابقين اللي من فريق سيد رفعت أعتقد بالمرحلة الماضية أي لما قرب هدوء قلنا إيه هذا الهدوء اللي يحتاج المنبر مو البرود، فرق البرود عن الهدوء. أولادي الأحبة اثنين أصواتهم هادئة وجميلة يحتاجون شوية شد من يقرون على المنبر، أصواتهم تجنن وإن شاء الله يتعلمون يوما بعد يوم وتنفتح أصواتهم أكثر وأكثر إن شاء الله. زين حبايبي ورود ورود. شكرا لسماحة الشيخ حبيبي. سيد رفعت لاحظناك بالحلقات السابقة تفاعلت جدا مع الصوتين، كلمتك للبرعومين. يعني هم مبدعين اثنين هم مبدعين موفقين ومسددين، يعني خطاهم مسددة إن شاء الله ببركات أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وتشوفه بهذا العمر يعني ويجي يشترك المسابقة والوقت يتأخر عليه ويتعب والجهد شيء كثير، هذا كله يعني محبة بالحسين سلام يردون يعني يطلعون أصواتهم. وأنا أقول لهم أنتم الحمد لله يعني ربحتوا فرص إعلامية وأنا متأكد الناس يعني راح تحبكم إن شاء الله. يعني هسه فد شويه يعني فد يعني بعد قليل قناه الطليعه راح تصعد مقاطعكم باليوتيوب بعد ما تنتهي الحلقه ان شاء الله راح تصعد مقاطعكم والناس راح تخزنها يمها وتسيفها وتنشرها وانتم ان شاء الله راح تحبكم الناس اثنينكم مؤكد اثنينهم حلوين اثنينهم مبدعين الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا لسيد رفعت الصافي استاذ محمد الحلفي. نعم ايها المشاهدون الكرام استاذ محمد الحلفي يمكن متوتر اكثر من المتسابقين لأن حقيقة هذه المسؤولية مهمة وإن كان هو أهل لها،
لكن الأنفاس والقلوب تنقبض في هذه اللحظات. كيف لقلبه أن يفصل بين هذين الصوتين اليافعين؟ أستاذ محمد حبيبي، كان الله في عونك، لك الفصل. طبعا هم يعني اثنيناتهم، خلينا نكون واقعيين، نعم، حتى ما أجرح واحد من عندهم، اثنيناتهم هم اليوم مستواهم مو المستوى المطلوب للأمانة. أنا أتوقع منهم أكثر. أي يوسف أنت راضي على أدائك؟ أدائك راضي عليه؟ يعني أدائك حلو؟ والله يقول راضي علي يعني شنو؟ ومحمد؟ ما بيش. ما بيش مو؟ راضي علي. عافية. يعني هي هاي بنفسك. هي هاي إمكانياتهم يعني وعدتهم ثقة بنفسهم. شنو عبارك؟ لعبوا وشنو؟ خاف ما راضي يعني أستاذ محمد، تخاف ما راضي. لا رجان قل لنا خاف راضي. لا راضي. عفواً ما راضي على أداء. أدى وبإحساس وتقطعت قلوبهم حتى يطلعون نذن الدقيقتين. شو يسوون؟ يقطعون أرواحهم بعد عليك عم شو يسوون؟ مو هم شيخنا أنت من تسمعهم برا. إيه. ويجون يقرون هيجي. إيه. الصوت يطلع وينشز، اسمعهم برا. هذاك اليوم ضربت مثال الواحد، قلت له الطالب يروح للامتحان يقرا بالبيت قرايه جن، ومن من تلزم له امه الكتاب لو اخته لو اخوه وتساله يجاوب، من يوصل للامتحان يقول ما ادري شو جاني راحت من عندي. زين المعلم يحاسبه على بيته لو على المكان اللي بالقاعه موجود؟ لا اكيد بالقاعه. فخلص احنا نحاسبهم على هذا الاداء. تبقى هيبه المسابقه على قبي صح ولا مالك؟ بل صحيح. هيبة المسابقة سمعت الشيخ، نعم، هذا الموقف وأمام أساتذة كبار، نعم نعم، وشاشة نعم التلفزيون أكيد، نعم له، نعم وقع نعم أستاذ محمد. أستاذ حيدر شنو أخباره سام؟ كله إحنا جبهة الدفاع. يلا يلا بفضة يلا. سلموا لي على أستاذ حيدر. شو يصير أستاذ حيدر الله يساعدك؟ أي والله سلموا لي على أستاذ حيدر، قلوا له أخوك الحلفي سلم عليك، يقول بلكة تصعدهم ذول لل... يلا اثنين هم من هو بالنص؟ صعد لواحد اخوي هذا عم يصعد لك اربعه. تريدهم اثنين هم قول، ما تريدك واحد لازم يصعد، تريد واحد منهم قول. استاذ محمد من هو من هو بالنص ما من هو بالكل؟ شيخنا نعم عليك انا على كيف وياك قوي قلبك. انا عندي مقترح بس يعني يصير ما ياخذ من وقتكم. يصير بس دقيقه سيد، يصير عندي مقترح، يصير يدون الاخوه اللي وراهم خليه وبعدين نسمع من كله. بعد اذنك استاذ محمد خلينا نشوف مقترح. شوف مقترح سيد رفعت. مقترح يعني السيد انا اردت اطرح نفس المقترح، نعم، اقول له يعني مثلا تخليهم ستاند باي يؤجل بين ما يؤدون، بس هسه بعد ما دام وقفني وقال لي لا بس قبل لا تدخل انا ما اوافق، خلي يختار حال الاساتذه، يختار بين شخص بينهم. لا لا انا جيت اقترح لك مالك ما اختار. ليش اريد اخلصك؟ اقترح. لا ما تختار كيفك انت حر. مالك هم ما اختار. اي من حقك غير من حقك. تريد تأجل استاذ محمد؟ اي ما اختاريت انا اجل بو علي ما اختاريت. لو طلعهم اثنين اي انا شنو قلت؟ قلت خلي يقرون الولد البعضهم وبعدين اعلن النتيجه ان شاء الله. موافق على هذا الامر؟ وخليهم الاداره موافقه. اي بعدين اربعتهم اعلن الاداره موافقه ايضا. نعم شكرا لكم يا اعزائي. ننتظر بعد مشاركه زملائكم حتى نشوف منو راح يصعد ومنو راح يستبعد. شكرا لكم يا اعزائي. شكرا لكم.